xaalada carabta sidee ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan la soo saarin ka hor. Nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwada xagguu uga bilaabay? qur-aanka siduu usoo bandhigay caqiidada maxaase ka soo baxay? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ذا يالكسور داو ذا برنامج كيني تحناها هاي انكو تلقلني بش رمضان باقي ذي المقع بحي باقي ذي حق حلقة ذان وحنو هل دونا إن شاء الله دعوة ذي مكة النبي عليه الصلاة والسلام عالم كا نبي عليه الصلاة والسلام كل سو ساري وحكو جري فساد دنكستا حق عقيدة أخلاق حق دقنك سيداس درتد إلهي سبحانه وتعالى وحقوصه صاري نبيا عليه الصلاة والسلام دعوذي وقبلابي توحيدك وقبلابي إلهي سبحانه وتعالى إنه برو وحبذان أيو مارت نبيا عليه الصلاة والسلام وشرحي دعوذي يدينتي ما أنتنا عالم كادان فيرنو حالات ساسوكلا يكسوية نبيا عليه الصلاة والسلام وقت اللي روحو قبحي إنه توحيدك وشرحه مركا محاكياني سدح إيه طمان سنو إن قرآنكو أو دول تاقنادو توحيدك إلا شرحه والدعوه ذا سمكوه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذي سدح طبان كان سنو أهمية أنت سلأك محلو سي عالم كان سدو أها النبي عليه الصلاة والسلام مركي الله صوص عري معنى أما هن نقض عالم كاسي معنى عالم العربي أما معنى بشرية معنى سيقو دهان حالك ودسدو أها النبي عليه الصلاة والسلام إسوا أرنت أسمع عنها وحاوي تلمام ما يأيوه حديث حكولي هي صلوات الله وسلام عليه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب حديث كاسوا تلمام ما يا سيدا أي معناها ضدك أي أهايين أما بشرية ضدنا أي هيد متقعنا إني كجران شرك يوثنيد أو معناها أن متقعنا هو حبئيس معناها توحيد كي أنه معناها دمي إلا أنت النبي عليه الصلاة والسلام أو معناها بقايا من الكتاب تعالوا بحكم تنسى معنا ضد ير او معناها فرق ترسى اي معناها ولي توحيد كهيستي معناها الي مادين خصوص الهي سبحانه وتعالى سيدا درادد با معناها عالم كو او باهدي ان معناها لو سو دير معناها الرسول عصب او محمد عليه الصلاه والسلام مركو معناها الدعوه او بلابي توحيد معناها ايو كو بلابي و هو معناها كو بلابي ددك اوغو دو او معناها مارت وها هو انذر عشيره الاقربين بلايه يعني معناها ددك قرابده او دغبالين نبي عليه الصلاة والسلام وحو سمي أمرك أمرك إلى هجيس أوغيمد وحو معناها مارت وحو فولي جبل معناها صفا أو معناها مارت في حرم كويالا وراسو معناها مارت وحو عربتي ودن معناها أوير معناها قبيل قبيل إيو جسم جسم يا بني معناها فر يا بني فر يا بني عدي لبطون معناها قريش قريش ودن متقانا وحو مركاسا تتكي معناها ودن با أويمد النبي عليه الصلاة والسلام قفك إيمان وعين وحالي قبو صادر صدمة قانا بل أرنتها سكبر يعني محمد عليه الصلاة والسلام وحلو يقان أصادق الأمين مرك هذه محمد عليه الصلاة ومعناها دواقص ومعناها مرسوج هذه لا شك معناها أمر أو جلالة أرين وين بقى معناها مارت تمت صادر رادد بقى معناها ضدك وردن ماشي سكوبي مادين مرك هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحوير أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي يعني معناها جيش يريد أن يغير عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهل كنتم مصدقين مرة هدي عن إذا رمتان تجعل قدم بيو معناها عدو إذا نصور الرام معناها ما ارتتاجن ميجر رومين قاس إذا نعم ما جرمنا عليك كذبا وفي رواية أخرى ما جرمنا عليك إلا ما جرمنا عليك إلا صدق وحيد وحن رون أين كوما أنا برن مركاسون النبي عليه الصلاة فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد معناه وحن كجد جاء عذاب متقانا معناها بين يدي عذاب شديد عذاب أمتقانا هرطية أو معناها هدد إلى رومين وإذان أو معناها توحيد كأتقاضن وإذن عذاب كاس إذن سوي الدنيا آخره مرك هالكاس أيون النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة ديسي أو توحيد أو كبر لابي استجوا معناها ربنا ذلك إني معناه وكبر بادي شرك أي كجران النبي عليه الصلاة والسلام دعوة سيادة أو توحيد كموسن معناها مارت معناها موسن طول مرن معناه وكويستاجي سد حياة تمام معناها السنة أيام معناها النبي عليه الصلاة والسلام دتك وتوحيد أو ياري حديم مرك معناه وحاول توحيد كي
معناها متقانا تصور كستحضة أو حلابه وحن شو كوجن وحلابه يمتقانا نورش بنا كودن سلو قاضي دقن كودن بحلابه مركا أنت وحيد كاس لدول استاجنا وعلى مارمان سم معناها ضدك يمتقانا أو توصل هذان عبادة الله أبوري وحنا يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ومتقانا وحوي تلمامي شركة معناها مرت وحوي أنواع أوليها ومعناها مرت أي كمية هاي إن معناها شركة توص معناها متقانا معناها وحوي لو أبارو لي متقانا هدي إله غير كيسر الحسنة ويفرحيا هدي إله كل جسم معناها متع وهو قلوب توض ويكدي ذي سام معناه اسم أزد قلوب اليوم بالآخرة سيدوك له يعني معناه توحيد كسي توصى إله سبحانه وتعالى مرت أوج هذي عبد الله مالك من أن غيره قل هو الله أحد أيضا بدنا بقصو عروري أو معناه ضدك معناه توحيد كإن معناه لو يار أو إله كل جسم يعبده توحيد كان معنيه سبحانه وهو إن إله له جانسمه خضوع كاملة ظاهرا وباطنا قفكم مركو يرى معناه أسلمت رب العالمين محل غربا نقول شيء صرنا إله إنه جامية مركا كلمة ده نعبد الله وحلقيها با تدك إني سمعني سمعناها فهم سني أو معناها أو حيش دار عبد الله إن معناها صوني صلاة كله فهم أنا ونقول شرنا إن إله له جامية سيد إله يقول إن صلاتي ونسكي ومحاي وماتي إلا رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت على المسلمين قرآن كي معناها كسو الدقي معناها مكة النبي عليه الصلاة والسلام سد حيتون كسن وجوه أرين تاسكلي وكال دائما محاي الواقضية أساسية أو لا أنت متقن وحقاً إيسن جرين. نبي كان عليه الصلاة والسلام يسوى معناها الرسالة يسوى مبدأ سحب بارسن أي توحيد كمعنى عدتك أوجيره لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا تفلحوا معناها كلمة دارس يضع معناها إذا هاد واقر سوامي وركم حب بهانتين أنتك وحول لا تصالحيه وح معناها سحب بارسن ده كلمة دان إن معناها عدتك الله بره ومبدأس المبدأ عندك آخر من عدتك أنا أوجيرنه أو معناها متقن فهمان إن يسألين كلمة معناها أفكار غير هذا. وكلمة معناها نورش بين آدم كورن معناها هرين يسوي سيدا درادت بقرآن كسد حيتون كيسان مكة ورسولك على جوغي وحو معناها إلهي بريي ذاتك متقعنا إلهي معناها تعريف الناس بربهم وتعبيدهم له دون سواه يعني قرآن كمعناها وحو شغيدي سعيد إن ذاتك إلهي سبحانه وإسباره كدي من إيسوه وقان زمان مركا سيدا درادت قرآن كمكة بالذات وحاوي وعكاه لي إنسانك مهمد الله أوري حقيب وكيمد محا معناها الله كان مئف كان حقيقة معناه أن قندونا كون كان معناه أكون ولي هم تقان حقوق كيمد يوسف معناه كذا بيا معناها صورنا ومتان وعنا وين أورنتي هذه متقان هذا عن لوسو كوبي كان معناه فلجان أي قرآن كسيد حي تمسن وكالذي تعسنا وحي معناه أن تستنسى توحيد كأهمية الأولى هي بني آدم وهذه استقوس توسن نورش يسمع معناه توسين طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة هكذا سبحانك فإذي سنينا أما أنك أركينا نبينا عليه الصلاة والسلام دعودي ومكة أوضي أهمية قونيها إلا السيي توحيدك يبرشد الدينة إلهي سبحانه وتعالى يقفك إنه إلهي كل يكوحرناضه وحكى له كوحرانيا رأنا وكسوقه مركا أن محوها سي أنبق هذا تسالوين دعوذي النبي عليه الصلاة والسلام سيدة أي أهد سيدة أي مجتمع وفافتي سيدة أي أسامي سيدتك لو شيئا أو بدل نلوش هذا ننكي قاتل لغا أركي ننكي ديدينا دواب ديدينا أيان ربنا تسالة يرئنا أسوق هذا النو تسالة أقوه ريس وحاجري نن أضياشي عربت كمدها أضماد لديه شري أيان مكة سوق علي مكة مركو سوق علي ايا وحا لو شيغه ددكي نبيغا كهوري من ددك ميد اي او شيغان نينكي محمد هاي انو مجنون نوقدي او واشاي او وباهن ياهي نينكاس رو وحو اها نين ددك كتوفا ايو اها او ددك ما ارغتي مخو اها يراهدا انيغا سخرك اي وخاس كداويه marka nabigo u yimid alayhi salatu wasalam waxaan maqluu yiri ina jirintahay oo cudur ku haya ana cuduradaas oo kalaan daaweeyay ma ku daaweeya marku hadalkii dhameystay rasuulka kaleey salaatu salaam ayuu wuxuu bilaabay kelimad ajeeb ah oo ninka dhagiisi ku dhacday oo uu gartay wixii loo sheegay inayna sax ahay wuxuu yiri inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هل كامركو مرايو أيوه يركسو علي مر لبات وكسو علي النبي عليه الصلاة والسلام مرسد حاد هذا كسو علي وكسو علي مركز وحو يري
وحان دغيستي اون اقريستي كلمات كي اي ددك كهندا فالو يالك اي جيدين جيرين كوي سحرده اهاي سيده وحي جيدين جيرين ان دغيستي قولدي اساطير سو وحي ديبا دغيستي انتاس او دن من ما اهن وارين عصب انتو سو استاغي ورسولك عليه الصلاه والسلام ويري غانت هذا سو تاغ وكل با يعتميا مركز الرسول كلا با يعتمي مركز يري مكالغا الى سيد القوم وها مكالغا اياد الى با يعتتي مس قوم كاغينا وكجرا القوم كاغينا وكجرا اسبدل وحا كل عين نينكي مركو اوغادي كلمداس ان اي معناها ايسن اهين وخي لو شيغي اما وخي اقون جيرين اين اهين كلمه حق او توحيد كدسن اي تاي كلمداس با ساميسي حياتي سيدما اسبدل كوريدي مركاسو قوان وحو قاتي حتى كلي أوسا قاداني أو قوم كيسا قاتي مركو باشاس مركان مرينو وحان ربنا سيدي دبا الدين إلهي سبحانه وتعالى مركي قفك وحلوشيغو لقان كي هوري إنو سن إسكا دبا تاقنان قف أنفكري إنو إسكا صعود إنو سن نقون وإنو لقيسا حقي والحقان لشيغي يوم كوسو انتهي بس كو سجنت وحبا كاه ليسن بس وحبا كو توسن قفكو انو يصير هذا لو باهي وحي عرب بدلي وآد وبدلو نرشو ده بدلنا تفكير كاسي إيهد تفكير كي يا عقلي بني آدم كإلهي سبحانه وتعالى قليي وانوكرا لابد وإنا نفكرنا ودينتي إلهي وكاملة ما يسنا ما سما يسنا سيدو كاليتو النبي عليه الصلاة والسلام وحاد عدي مركي أديركيس أبو طالب أو حنون سدي أيا محوها سناديد قريش المنكي أضياشها أو قريش ورجوغ يالك أوها أيا النبي قويم أيا وحويم هذين أبو طالب أي ويم هذين مركزي وحيرة أبو طالب ودعوانا وحان كارنا هاي دعوة ويلكاقي وحو عايي محوها آلي هذين وحو عايي أضياشين وحي سنجرين wuxuu caayay diinta yadi waxaan rabnaa ninka inaan naga qabato markaas uu yeeray rasuulka kaleey salaam salaam rasuulkii markuu yimid ayuu abu taalib hadlayo wuxuu yiri wiilkaygiyo reerkaagi ba ka sheeganaya sidaas bay kaaga dacwoonayaan sidaas bay kaaga dacwoonayaan marka dhibtaas ayaa jirtee bal arintaas muxuu aha ka hadal bay yiri oo kay ka hadal oo waxaad yeeshaa محو أها مارتي قوم كاغا لبكا إكاشا غنيان إسكاداف مركو سيداس يري أيو رسولك عليه الصلاة والسلام أيو وحو يري هل كلمة كلية ها إيرا هدين بو يري سي قوم كاس أي مارتي آن أغرداف وحي لبسدين هل كلمة مركاسي يري هدين وعشر كلمات هل إسكاداف طبعاً أن أدهينا هدوبة نغردافي مركز وحي لا إله إلا الله محمد رسول الله إله سيداس مركي مركو يري أي نمنكي ماشي ككعين أو أي مدحة تاقين أو أي فهمين ماشي الله سعوده مركا وحي لهذين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء العجاب إن هذا لشيء العجاب مركا وحي لهذين أهلي هذه بنيادون عابودي جرني إلا مارتي نمانا تضبو نمانا طبن نمانا دوريو طبن أهلها عابودي جرني مركا وحيرا هذين أهلي هذه ميو هل متكلم وشي اللي يابلي ماشي ككعان مركا وحاوي مارتي واتا صورة سات إلهي سودجي سبحانه وتعالى وإلى يوم القيامة الآخرين أيوه قوم كاس مركا وحي فهمين حقيقة لا إله إلا الله أي حنبار سنتهي أي فهمين محايا اللغة العربية يقانين دينتنا اللغة العربية كسو دكتي وحل دعوه النبي عليه الصلاة والسلام ودنا وحيهاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ودتك أشرحي وبرعي لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى هذا إلهي سبحانه وتعالى سيدة أكرر مركة ما أنت سؤاشة تايانا وحيتهاي لا إله إلا الله وأفك اللي غير هذا ووحي الرئيس iyo waxay faraysay ay san jirin oo qofku wuxuu rabo iska qasanay muslima lagu noqonaya wa mid damaanti aan u baahanahay in aan fahamno la ilaha illa allah ayadoon wadaaleenahay ayaa hadana waxay reebaysay
ayaan ku wada taagannahay oo aan ku kacaynaa waxa ay nafiisay diiday waxa ay sugtay labadiiba waa la diiday marka mowduuca aan u baahannahay maanta oo siiradaas u akrinayno waxaa weeye war qof walbow laa ilaaha ila allah afkaad ka leedahay macnaheedii ma haysaa oo ah in ilaahay cibaadatullaahi waxda keligiis in la caabudo cibaadadaas oo xagga caqiidada iyo xagga shacaa'irta iyo xagga nidaamulxayaadka noloshaada oo dhan aad ilaahay siiso subxaana wa tacaala ma haysata marka waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadaas towxiidka oo macnaha ou yahay haddii aan qofka towxiidkiisu toosin oo uusan laa ilaaha ila allah macnaheeda fahmin xayaatadiisa kale inaysa toosaynin marna inaysa toosaynin walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii quraysh ay maaragtay ou ay yacnii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la hadleen oo abuu taalib ou la hadlay ou markaa nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi haddii waxuu yidhi shamsada la dhigo midigtiida dayaxana bidixdeeda la dhigo si aan uga tago amarkaas inaana ka tegaynin ilaa ilaahay soo daahiriyo xaqaas baahani marka sida xaqa qofku xaqiiqada markuu ku taagan yahay sideedaba meel uu uga weecanayo male marka uu arkayo dadka inay dhunsan yihiinna waxaa weeye uga gamba maayo xaqiiqada kamaahiya inuu u sheegayo marka waxaa loo baahan yahay dadka annaga aan la hadlayno in ay fahmaan towxiidkii saamaynta lahaa oo nolosha dhan saamayn jiray oo dadka bedeli jiray oo qofkii diida oo masaalixdiisa u diida maahane dadka dhan bedeli jiray oo xayaatadooda dhan bedeli jiray oo ummaddii sidaas eed ka soo saaray khayra ummatin ukhrijat linnaas in weeye midkaan akhrinayne in dadku ay ku saaboobaan kitaabka qur-aanka ah inay ku saaboobaan siirada nabiga inay ku saaboobaan towxiidkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay usoo dhiibay oo diinta nuxurkeeda ah waxaan soo aragnay ama aan soo fahmnay in nabiga calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah intuu sharxay iyo towxiidka waqtigaa dheer la geliyey inay mudneed iyo ahmiyaddaas la siiyey annagana maanta waxaa nala gudboon inaan si fiican u baranno diinteenna oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu talagalay uu raalliga nooga noqday kadib markaan baranno aan si fiican u fahmnana nolosheenna ay wax ka bedasho oo dhinac walba aan iska bedelno oo nolosheenno dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u hogaamino waa inaan ku bixinaa waqti dheeri ah si aan aakhiro iyo adduunba u badbaadno daawadayaal aad ayaa u mahadsan tihiin xalaqadan oo aan uga hadlaynay dacwadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee mako halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa وإن مركلا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آياتها ونجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء